تفاهمات بين المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن والتحالف العربي قادت إلى خفض التوتر في عدن وانسحاب قوات المجلس من المرافق الخدمية. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني صرح عبر تويتر بأن الانفصاليين أخلوا مقار الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والبنك المركزي إضافة إلى مستشفى عدن. وكان التحالف العربي أعلن عن هذا الانسحاب ودعا إلى ضرورة عدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة لليمنيين. كما أشاد التحالف باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة إلى ضبط النفس أثناء الأزمة، وثمن استجابة المجلس الانتقالي لدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار، وشدد على أهمية تعزيز لغة الحوار والتصالح لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني حسب وصفه. المجلس الانتقالي وبحسب المتحدث الرسمي أعلن الانسحاب من المرافق الخدمية والبقاء في المواقع العسكرية التي سيطر عليها استنادا للاتفاق المبرم بينه وبين التحالف العربي. وبعد الاتفاق الأخير بين المجلس الانتقالي والتحالف، اعتبر زعيم المتمردين الحوثيين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في خانة الأعداء ذاتها وفق تصريحاته.